أول شيء بدي أتمنى رغم كل الصعوبات فطر سعيد لأخواننا المسلمين بلبنان، رغم أنه هذا الفطر مغمس بالألم، مغمس بالقلق، طرفه مبلل بدماء الشهداء والضحايا الحرب اللي عم بتصير بالجنوب. صحيح. إضافة إلى الرغيف الصعب المغمس بالقهر والعرق والدم للحصول عليه من شان وقعت الأفطار، وقعت الأفطار صارت تكلف كتير. لذلك نحن رغم كل شيء يعني كيف بيقولوا نستسقي من فوق من السماء انه تعطي الاخوه المسلمين القدره على الانتصار ولو للحظات على الازمه اللي عم بيعيشوها ليعيشوا بالفعل روحيه ومضامين الحقيقيه لعيد الفطر السعيد. اللحظه محزنه جدا، ما كان ناقصها الأزمة بلبنان اليوم اغتيال بحجم الاغتيال اللي أصاب رفيقنا باسكال سليمان. باسكال سليمان إذا بدك باغتياله أغتلت شخص، ولكن أغتلت مجموعة كبيرة من القيم. هذا إنسان يختزن في صدره محبة هائلة لمنطقته للبنان وللتنوع، وفخور بمنطقة جبال، وفخور بأن جبال تحتضن ببيئتها هذا التنوع الحلو، هذه الباقة الجميلة من التنوع القائم على الاختلاط المسيحي. نعم. الشيعي السني، وهذا الاختلاط الحضاري الذي لم تمسه الحرب ولا مرة بشائبة، رغم الحروب القديمة ورغم كل البلبلات اللي عم نعيشها الأمنية في هذا الظرف الصعب اللي عم بيمرق فيه البلد. نعم. اثنين هون بس ملاحظة، هو مش منسق مستيتا، هو منسق منطقة جبال. ما جبال. أوكي. صح. نعم. فضل بتكم. لا تفضل. أوكي. فتلاتي دعوتك لأنه يكون حوار هادئ بتصور. لا مش دعوة، أنا كنت عم أقول أنه اليوم لا يحتمل البلد إلا حوار هادئ. نحن يعني أساسا خطابنا هو خطاب عقلاني وخطاب هادئ، وأنت بتعرف أنا بخلفيتي خلفية صحفية. أنا بعرف خلفيتك، بس ما بعرف قديش خطاب كون خطاب هادئ. هلأ بنحكي بس كمان بهدوء. خطابنا هادئ بتصرفاتنا الهادئة بطريقة تعاطينا مع هذه الجريمة النكراء، قديش كانت وطنية، قديش كانت حضرية، قديش ولا تزال، ودي نحن وقت اللي تصرفنا بهدوء كامل. وهون تدفعيني روح دغري باتجاه نفي وشجب كل ما اتهمنا به من دعوات إلى التوتير الطائفي، وهذا الحزب الذي لا يعيش إلا على الفتن وعلى تأجيج الفتنة. هذا كلام ما بفهم وين ترجماته على الأرض للقول بذلك. نعم. مش عم بحكي عن كلام الأمين العام لحزب الله، عم بحكي عن كلام يلي علق على هذه الحادثة. وعندك بعض التوابع والروافد الإعلامية التي تستقي من حزب الله. اليوم بس شوفي بعض إحدى الصحف شو حاطة، وين أين ينطبق عنوان الفتنة على شخص مثل سمير جعجع من سنة 90 لسنة 2023 لسنة 2023 لم يتكلم هذا الزلم مرة واحدة بكلام طائفي، ولم يطلب للموارنة شيئا، لم يكن ضالعا بأزمة لا لها علاقة أمنية أو شيء. كل همه اليوم مدان لأنه واقف بوجه تغيير صورة لبنان، هيدي هي. لذلك طبعا نلبسه كل هذا ونلبس حزب القوات اللبنانية كل هذه التهم. أستاذ غياس، عم تقول كتير أشياء وكتير أشياء بحاجة لنقاش. يعني من التسعين لهلأ أين تكلم أنه طائفيا، أو أين تكلم بالفتنة، كمان تحتاج إلى نقاش. لأنه لا، في كتير محطات وخطابات له عالية السقف بوجه فريق لبناني كبير موجود عنده بيئته وعنده جمهوره. بس نحن حكينا فيه بالسياسة، ما حكينا بمطرح تاني أبدا. نحن هيدا الفريق اللي عم تحكي عنه، حاولتم انه تفرقوا بينه وبين الشيعة، الطائفة الشيعية، يعني قصدي حاولتم انه هذا هو صلب كلامنا النافي، وانه مرة توجه للشيعة للناس. صلب كلامنا الذي ينفي الطابع الطائفي لكلامنا السياسي. نحن عندما نعمم ونعتبر انه الشيعة هن حزب الله بيكون كلامنا فتنوي. الشيعة ليسوا كلهم حزب الله،
خلينا نحكي الأمور مثل ما هي، مثل ما نحن كقوات لسنا كل المسيحيين. أنا عندما أختلف مع حزب الله لا أختلف معه على شيعيته على انتمائه الطائفي، أختلف معه على خياراته السياسية المدعومة بسلاح متفلت. أوكي بس أنت حضرتك إذا ممنوع بقى الكلام بهيدا الموضوع معناتها نحن استسلمنا، وقيل لنا هذا الكلام وقت الاحتلال السوري للبنان. لا كلام ولو انصعنا في تلك الفترة مع مجموعة مش بس مسيحية من كل الطوائف لهذا المنطق اللي بيقول انت اذا طلبت بحريتك يعني انت عم تروح على فتنة، وانت اذا قلت لازم نطبق اتفاق الطائف بتكون انت عم تطعن سوريا بظهرها وبتكون عميل اسرائيلي. ليك هيدا المناطق المنطق الفتنوي بحد ذاته. أوكي. اللي بيخاطبوك فيه أنا عم بحكي. بس اليوم في أنا معي بس اليوم أنا في حزب نجمي. عنده غالبية إذا بتشوف أرقام الانتخابات بتشوف أرقامه قديش هي عالية عنا. أنا مش عم بنفي إنه في شيعة خارج حزب الله، ما عم بنفي هذا الشيء، ولكن أنا عم أقول الطابع هو طابع حزب الله، طابع ديني، حزب يعني حزبه هو حزب ديني. أنا أنتقد السياسي بموقفه لا أنتقد هو انتمائه. أقصد أنه رفع السقف اليوم واتهامه بأنه هو يقوم باغتيالات ما في من دون تقديم دليل على ذلك هو خطاب فتنوي. السيطرة على الدولة العميقة وعلى الأجهزة الأمنية وعلى النظام القضائي اللبناني سيد جوزيفين، من خب السماوات بالقبوات، هو يأخذ أي منحة أو أي جرم بالاتجاه اللي هو بده يسوقه. ما في عندك أنت ولا أي قدرة على إثبات الأنتيتاز، لأنه تتوقف التحقيقات هنا أو تمنع التحقيقات بالمطلق. طيب. اليوم أنت عم تحكيني عن جريمة اغتيال باسكال. جريمة اغتيال باسكال. طيب باسكال على أي أساس طلعته من اللحظة الأولى؟ خليني بس لو سمحت. طوع مرة بساعات الليل لما خطف باسكال سليمان وكنا بعدنا مش عارفين شو صار. كان كل اللبنانيين على أعصابهم أنه وكانوا في شحن سياسي وطائفي كتير كبير بانتظار معرفة مصيره خوفا من أي اقتتال أو إشكالات داخلية. الجيش اللبناني أنت شفته عشية اختفائه أو خطفه؟ الجيش اللبناني انتشر تقريبا بنص الأراضي اللبنانية. هذا شو اسمه هذا يعني بس يعني تحكي عن قطوع تجنبني للقطوع. 99% من تجنيب لبنان هذا القطوع هو تعاطينا نحن الحضارة وتسليم أمرنا للأجهزة الأمنية وعدم المسارعة الرعناء إلى اتهام أحد بارتكاب هذه الجريمة، ونحن بأثناء هذه الجريمة أمطرنا بالأسئلة من الصحافة.